نحن الآن متواجدون على مستوى المستثمر الفلاحي لزراعة الموز للسيد ياسين بوكابورا، منطقة جمار، بلدية شقفة، ولاية جيجل. راكو تشوفوا الموز في الجزائر، الموز ليس مجرد فاكهة استوائية، يعني يقدروا الفلاحين تاعنا يزرعوا الموز. زراعة الموز في جيجل عندها تاريخ. السيد يعني الأب تاعو بدا زراعة الموز في 1986 وكمل في الزراعة تاعو حتى التسعينات. كان يزرع الموز في بيوت بلاستيكية المحمية، يعذرهم لي سير تونال. وكان الموز ماشي كيما راكم تشوفوا، هذا هو موز من نوع صغير، لكن مع كانت كمية الاستيراد كبيرة، دار الأب تاعو العزوف عن هذه المهنة. لكن ابن تاعو مع سياسة الدولة الجديدة اللي راهي تعمل على تعزيز المنتوج الجزائري، عاود ولا لهذه المهنة وقام بقرض يعني من لونسياج وبدا العمل تاعو. دار هذا القرض ودار هذا المستثمر اللي راكم تشوفوا فيها لزراعة الموز، دار البيوت البلاستيكية، يعيطوا لهم ملتي شافيل، يعيطوا لهم متعددة القبب، وبدا زراعة تاعو. راكم تشوفوا الموز، الموز يعني دار الشتلة تاعو من بلد تركيا، وراكم تشوفوا الموز تاعها كيف يجي. الله يبارك عليه، يعني ده العمل تاعو، وهو الان يطمح الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه الماده ونحبس الاستيراد من ماده الموز.